القبر يا إخوان ليس موت، هو حياة، ولذلك سمي بحياة البرزخ. الذي يموت هو الجسد، أما الروح فهي لا تموت، خالدة، أنت معك في جسدك جزء خالد لا يموت وهو الروح. فهذه الروح في القبر إما أن تنعم وإما أن تعذب، وعذاب القبر ثابت وصحيح، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: أدخلوا آل فرعون العذاب، النار يعرضون عليها. يعرضون عليها وين؟ في القبور، ما بعد حشر الناس اليوم القيامة. وكذلك الحديث لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين قال إنهما لا يعذبان. فعندما ينزل العبد في قبره إن كان مؤمنا فإنه في نعيم، نم كنومة العروس، وإن كان غير ذلك فقد يكون يعذب، وقد يعذب المؤمن، قد يعذب المؤمن الذي يشهد لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن العبد يا إخواني في فترات يعني محاسبة، قد يبتلى في دنيا، قد يبتلى في قبره، قد يبتلى يوم القيامة، لكن ما دام معه لا إله إلا الله فهي الصمام بإذن الله تعالى. المهم أن هذه الفترة في حياة البرزخ تمر على الناس ولا يشعرون بها، والدليل على ذلك أنهم عندما يحشرون يوم القيامة يقولون لبثنا عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها، يعني يوم أو نص يوم، يعني تمر سريعة. ولذلك حياة البرزخ تمر سريعة على الجميع، لكن منهم من يعذب ومنهم من ينعم. أسأل الله أن يجعلنا من الآمنين في قبورنا وأن يثبتنا وإياكم على